السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرام تحليل أداء الدولي الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي ضد فريق توتنهام للجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة. طبعا رياض محرز دخل بديل ولم يشارك أساسي في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا. دخل في الدقيقة 68 من عمر المباراة بديلا للإنجليزي رحيم ستيرلينغ. رياض محرز قدم ما عليه لأنه دخل في وقت كان توتنهام متراجع إلى الخلف ومتقدم من النتيجة بهدفين لهدف، حيث رياض محرز قام بعدة عرضيات للمهاجمين أو بعدة محاولات وخلق فرص للتسجيل لكن دون جدوى، وكانت هناك تسديدة خطيرة من رياض محرز لولا تصدي المدافع لكان هدف جميل لرياض محرز. لكن رياض محرز تمكن من التسجيل من علامات الجزاء. طبعا المنفذ الوحيد لبيبي غوارديولا في مانشستر سيتي لركلات الجزاء حاليا هو رياض محرز، ورقم واحد هو رياض محرز لان طريقه تنفيذه تكون رائعه للغايه وبطريقه جيده. طبعا تمكن من تسجيل هدف التعادل في اخر الدقائق ولحصد نقطه من المباراه. كما قلت اداء رياض محرز اعتبره اداء جيد وممتاز لانه قدم ما عليه وما كان يجب تقديمه في المباراه، لأنه دخل في وقت حرج من المباراة وكان نادي توتنهام متراجع إلى الخلف ويلعب على المرتدات، لذلك أداء أكثر من رائع من رياض محرز ويستحق الإشادة والتقدير على هذا الأداء الجيد اليوم. طبعا هو لم يشارك أساسي لكن قدم ما عليه وسجل هدف التعادل وأداء رائع من رياض محرز اليوم. طبعا هذا كل شيء من لدينا، لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو لتصلك كل جديد، وإلى اللقاء.